ناقصة أحداث، صحتك مع بيلا. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بفقرة صحتك مع بيرلا ضمن برنامج يوم جديد. إن شاء الله تكون كل النصايح اللي عم نعطيكم إياها عم بتفيدكم. اليوم في سؤال انطرح على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا يلي أنتو كمان فيكم تتواصلوا معنا من خلاله. نسأل سؤال عن الزعتر وعن أهميته إذا كان بينشرب كمشروب أو بيستخلص منه الزيت أو حتى بينطبخ مع الطبخ أو حتى يتاكل طازة مع السلطة. شو منافع الزعتر وين نحن ممكن نستفيد منه؟ هذا موضوع حلقتنا ورح نستعرض سوا شو هن منافع الثايم أو الزعتر. من أهم العلاجات الطبيعية هي الزيوت المستخلصة من أوراق الزعتر الطبيعية، وهذه الزيوت تستعمل لعلاجات طبيعية ضد السعال، ضد السعال والأحة، وكتير نافع هذا العلاج. يعني هو ما بيكلف شيء وممكن نحنا نستعمله بالبيت نكون عم نخفف من مشاكل السعال لإلنا ولعائلتنا. كمان في دراسة بيّنت أنه عم يكون عم بخفف هالنوع من الزيوت من الأحة والسعال، وحتى يكون عم بخفف من عوارض البرونكايتس أو التهابات المجاري الهوائية، وهذا الشيء أكيد يعني تثبت علميا وممكن نحن نستعمله بالبيت لحتى نخفف من مشاكل نزلات البرد. إذا بالبيت ما عندكم هالمستخلص الزيت من أوراق الزعتر، ممكن بكل بساطة تغلوا أوراق الزعتر إن كان الفريش أو اليابس، وتكونوا عم تشربوا هالإنفيوجن هالمشروب السخن، وبنفس الوقت بيكون أكيد عم بخفف من عوارض المرض. تاني فايدة للزعتر ولاحتوائه على الفيتامين سي والفيتامين اي، الزعتر هو كتير مهم وبيعلي الجهاز المناعة، بيعمله بوست، وبنفس الوقت لأنه السي هو أنتي أكسيدنت يعني مانع للتأكسد، بيكون عم يشتغل على الحفاظ على صحة الخلايا بالجسم. الفيتامين سي مع الفيتامين اي أو البرو فيتامين اي يعني البتا كاروتين اللي هن موجودين بكل الأوراق الخضراء ومنه الزعتر، بيشتغلوا مع بعضهم حتى يزيدوا من صحة من صحتهم المانعة للتأكسد، وبيكونوا عم بيشغلوا الجهاز المناعة ضد الأمراض، وبيكونوا عم بيحافظوا لنا على صحتنا. بنفس الوقت كمان مش بس الفيتامين سي والبتا كاروتين أو الفيتامين اي، ولكن كمان بيحتوي على نحاس، بيحتوي على الألياف اللي هي ممكن تساعد كمان، خصوصا إذا نحن كنا عم ناخده بالسلطة كأوراق خضرة طبيعية، بيساعد ضد الإمساك، وبيكون عم بيشدد من صحة مناعة الأمعاء مش بس مناعة الجسم. الحديد اللي بقلبه للزعتر خصوصا إذا نحن حطينا الحامض عصرة حامض عليه بيمتص جسمنا أكثر، وبيكون عم بيساعد ضد أمراض الأنيميا أو فقر الدم. وأخيرا المانغانيز كمان هالنوع من أملاح المعدنية اللي هو بيحمي كمان من كتير من الأمراض، كمان بيكون موجود نسبة عالية بأوراق الزعتر. ببيوتنا وبمنزلنا لما نكون يبلش الهواء يكون في رطوبة ونحس نحن أنه هالرطوبة عم تصيبنا بالأمراض وبالرشح إلى آخره، هون ساعتها ممكن يكون أحد الأسباب هو العفن. ولما نبلش العفن بنبلش نشوف مثل الفطريات، وعادة لازم نكون عم نطهر حتى نخفف من مشاكل الرطوبة والعفن. بهال كمان مستخلص الزيت تبع الزعتر كمان بنكون عم نقتل، لأنه هو بيطهر. نعم إنه مطهر، وفينا نكون عم نرشه بالبيت بالبخاخ لحتى يكون عم بخفف لنا من هالعفن ونخفف من الأمراض والعدوى. بعض الأشخاص كمان
كانوا عم يستعملوا الزعتر عم يرشوه على ايديهم لحتى يكونوا عم يبعدوا البرغش ويكونوا عم يبعدوا الحشرات. هلا هون اكيد حسب كل شخص قد ايه بيتقبل يحف على حاله زيت الزعتر، ولكن كمان من الاستعمالات للزعتر المنه غذائي بتخلصوا من الحشرات ومن مثل الفيران اذا حطوا هالزيت بقلب بيتهم رشوه على فترة معينة. كمان بما انه الزعتر عنده ريحة كتير حلوة، ريحة سبيسيال، فينا كمان نكون عم نستعمله كمثل نكون عم ننظف تمنا فيه، لانه هو بيطهر البكتيريا بقلب التم وبيعطي الريحة المنعشة، كمان بنفس الوقت بيكون عم يقتل البكتيريا وعم يقتل الفطريات اللي ممكن عم تكون بقلب التم. حتى الأشخاص اللي بيكون عم يطلع لهم قافت بطريقة كتير مرتفعة، إذا نظفوا بالزعتر بمستخلص زيت الزعتر كمان بيكونوا عم يتخلصوا من هالمشكلة. كمان الزعتر في يكون عم يتدخل بقلب الديودوران وبروايح اللي ممكن تنعش روايح البيت، بما أنه ريحته كتير عذبة والأشخاص عادة يعني محببة لقلهم ريحة الزعتر. الزعتر بيحتوي على مركب الكارباكرول، ومركب الكارباكرول معروف بالأروما ثيرابي، يعني لما الأشخاص يكونوا عم بيحطوا ريحة ببيتهم حتى يريحوا الأعصاب، الكارباكرول هون بيكون عم يشتغل على هذا الموضوع، وحسب الدراسات العلمية بيّن أنه بيرخي الأعصاب وبيحسن المزاج أو المود. إذا نحن بنكون عم نشم الزعتر ونكون يعني عم نحكي هون بدراسات عن جد علمية بيّنت أنه عن جد بيأثر على الحالة النفسية للأشخاص وبيكون عم يرتخوا أعصابهم، وأكيد هذا التأثير إيجابي على المود. وأخيرا ممكن نحن نكون عم نستعمل الزعتر لحتى يعني كنوع مطيب بالطبخ، إن كان مع اللحمة، إن كان مع الدجاج، أو حتى بعد أحسن مع السمك، ممكن نحن نكون عم نزيده كمطيب خالي من السعرات الحرارية. بدل ما نكون عم نرش كميات عالية من الملح، نكون عم نستعمل المطيبات من الأعشاب مثل الزعتر. بنقدر نكون عم نحطه مع الجبنة قليلة الدسم والفطر، وهيك نكون عم نطبخهم سوا مع رشة الزعتر لحتى يكونوا أطفالنا عم ياخذوا وجبة خفيفة طيبة وبتقيت على القلب، وبنفس الوقت عالية بالفيتامينات مثل ما شفتوا الفيتامين A، C، الحديد إلى آخره، لحتى يكونوا عم يستفيدوا مش بس عم يأكلوا شي طيب. أعزائي المشاهدين، هذا كل شيء بالنسبة لحلقتنا عن الزعتر. إذا عندكم حيلة سؤال ما تنسوا تتواصلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا، وأنا بكون عم جاوب على أسئلتكم إن كان من خلال حلقاتنا أو من خلال الصفحة. ترقبونا بمواضيع جديدة بحلقات مقبلة حتى نعالج مواضيع أنتم عبالكم تعرفوا عنا، وتكون نفس الوقت عم تسلط الضوء على بعض المشاكل الصحية أو بعض المأكولات المفيدة أو بعض طرق العيش اللي ممكن تؤدي لحياة صحية وسليمة. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك بيرلا، وهذه كانت اهم التغذيه اللي دائما احنا نقول انه الواحد يبعد عن الاكل الدسم. طبعا قاعد نحكي قبل شويه يعني ولندا قبل ما نبلش بنقول احنا مستحيل اكل دسم، يعني تخيلوا من الصبح اوكي واحنا بدنا نحكي بموضوع انه احنا نريد اكل دسم، وهي قاعد تحكي بالفوائد الغذائيه وده تقول كله احنا كلش ملتزمين يعني بكلام بيرلا وكل شيء. لا والمفروض يعني تمام نقول لك نقول احنا عبره للواحد انه نضيف شويه طاقه نحكي نقول انه الواحد لازم يلتزم بالغذاء. احنا شوفوا يعني بس تلبين الصدق يعني صحيح انا مرات اشاركك بالحديث انا اشاركك التخيلات عرفتي، اعتقد انه انت صار لك هوايه تعرفيني وشفتي طبيعه اكلي يعني انا كلش اوكي ما اقول اني محافظه او اختار او انتقي نوع اكلي، بس انا اعرف يعني مثلا ما ادوس زايد بس شوفي طبيعه اجسام ايش قد ما تاكل تلاقيها عادي يعني محافظه على جسمها ورشيقه، اكو صحيح. خطيه تلاقيهم هم اصلا سمال يعني عندهم تلاقيها بدون اي شيء ما ياكلون، وبس هاي ممكن عندهم خربطه بالهرمونات او ممكن. ما اعرف شنو الشيء. لا باعي انا يعني حسب دراستي انه يعني
اكو هرمون، اكو هرمون بداخل الجسم. يعني مثلا انا امتلكه، انت ما تمتلكي هذا الهرمون. هذا الهرمون مسؤول عن زياده الوزن، عرفتي؟ هذا ما موجود عند كل الناس، وهذا ايضا باستعداد عائلي، باستعداد وراثي. ممكن انه بالعائله موجود، تلقين انه اكو ناس، صح اكيد شايفه هيك ناس بحياتك نهائيا ما ياكلون بالفعل، بس تسمان بشكل مو طبيعي. يعني تدرين وين ما اروح شنو اسمع الكلمه اللي يقول ياها سجو، انت هوايه تاكلين بس ما تسمنين. مو انت يعني عندك الحرق، يعني عمليه الحرق عندك متوازنه ويا اللي تاكليه. يعني اللي تاكليه انت خلاص، يعني عمليه الحرق عندك او الايض انت ماشيه بيها خلاص. صحيح يعني بالفعل. حركتك ما شاء الله كما تقعدين فكل شيء بيروح يعني خلاص. واكو ناس لا فعلا تلقي 24 ساعه قاعد بالبيت اوكي وياكل هواي، بس ما عنده هذا الهرمون او هذا الانزيم بداخل جسمه، ما عنده. تمام. نقول لك اكو ناس على ريحه الاكل تسمن، هذول اللي عندهم هذا الهرمون او هذا اللي هرمون على ريحه الاكل تلاقيها تسمن، او تلاقيهم عندهم هرمونات تفرز انها صحيح تتوسع لجسمهم للسمن. مساكين. يعني احنا اكيد نتمنى الكل انه يعرف، او لنقول لك التزم بنظام غذائي خاص بيك وامشي، لا لازم تقيس سعراتك، بس لا خلي اكلك او اللايف ستايل مالتك على حاجتك انت، على اللي انت تحتاجه، لا تزيد. وكل انسان هو يعرف جسمه ايش يحتاج.